بت يا رباب، انت سايبه فصلك ودروسك وحالك ومحتالك وعماله توري في المدرسه زي النحله ليه؟ بدور عليكي يا ميس. وبتدوري عليا ليه ان شاء الله؟ عايزه تاخدي عندي درس؟ لا 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 اتلقك. ليه لا؟ ولما تسقطي وتجيبي درجه زي الزفت زي وشك في التاريخ هتبقي مبسوطه؟ ضميرك هيبقى مرتاح؟ لو خدت معاكي درس هشيل تاريخ. انت بتقولي يا بت؟ بقول ان البت اللي دايما بتهزقيني بسببها وبتدافع عنها من شويه مسكت بكيس بودره، والدكتور عماد خدها في مكتبه وهيطلب لها البوليس. نهار اسود. ما تحاوليش تنكري يا فرح، عشان في كاميرات هتثبت كلام مستر مهاب. يا بنتي بطلي كذب بقى، انا شايف الكيس بعينيا وهو بيقع من جيبك وانت بتحاسبي الكافيتيريا على الحاجه الساقعه. لا الكيس ده مش بتاعي، ده كان واقع على الارض اوريدي من قبل ما انا ادخل اصلا. استعجلي يا صفاء تفريق الكاميرات، عايز الفيديو يكون جاهز قبل ما تطلبها البوليس. حاضر يا دكتور. بص حضرتك لازم تبلغ اهلها، بنتي دي بتغيب كتير وتايهه كده ومش مركزه، وانا سابق وكلمت الاخصائيه الاجتماعيه عليها. دي جالي بمصيبه قديمه هي عارفاها، مع ذلك قابلتها عشان خاطر باباها ومامتها. مامتي كانت عندي هنا من يومين ثلاثه وسالتني عليكي. ست وقوره ومحترمه، وباباكي كمان راجل ناجح وعظيم. انا مش عارف ازاي خلفوا بنت ضايعه زيك. انا ما عملتش حاجه، ومستر مهاب ده كذاب. انا كذاب؟ اه. هو مين ده اللي كذاب؟ يا بت يا قليله الادب يا عدمت الربال. وبعدين بتتكلمي عن مستر مهاب؟ مستر مهاب اللي المدرسة كلها بتحلف بأخلاقه وأدبه ورقيه وتربيته. معلش يا مستر مهاب، هتستنى إيه من بنت قلة الأدب زي دي؟ امسحها فيا. الله يخليك يا مش صدفة. اللي هو أنت كنت كدبت في إيه مستر مهاب؟ ما تفهموني. أنت بتعملي إيه؟ أنت مش عندك حصة دلوقتي؟ حصة إيه؟ يعني أنا لما أعرف إن سمعة المدرسة على المحك أعمل فيها من بنها وأفضل قاعدة في الفصل وأسيبك تواجه أعباءك لوحدك؟ لا اعملي من بنها وسيبيني لوحدي اواجه اعبائي وانا هعرف اتصرف. لا لا يا استاذ عماد ما تهونش عليا. وبعدين اهو هو ده الكيس صح؟ اه هو ده الكيس اللي هي اتمسكت بيه حكيم. انا عارفه شكله، بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش ده بيتشم ولا بيتشرب ولا بيتاكل ولا بيحصل فيه ايه. عندك فكره؟ لا ما عنديش. وتفضلي روحي على فصلك. اروح على فصلي ازاي؟ ما حضرتك عارف ان انا معنيه بالموضوع ده. مش البت دي امها لسه جايه من يومين وطلبت ان هي تقعد معايا على انفراد في المكتب بامرت ما طردتك. طردتني؟ طردتك. انت مستكبر تقول كده قدام مستر مهاب ولا ايه؟ ده مستر مهاب مننا وعلينا عادي يعني. طردتك علشان هي كانت عايزه تفضل قاعده معايا وتترجاني علشان ادي لبنتها درس. الست عاوزاني ارفدك. ايوه كانت عايزاك ترفدني عشان افضل فاضيه للبيت وما يبقاش ورايا غيرها. لعلمك يا بت انتي، مش معنى ان انا هديكي درس ان انا طرمخ عليكي وعلى عمايلك. احنا قاعدين اصلا بنرغي في ايه وبنتكلم في ايه؟ احنا نطلب البوليس. البوليس دلوقتي حالا. معاك رصيد ولا اديك موبايلي؟ بقول لك ايه يا مستر مهاب، كلم البوليس رقم 123. ده رقم الاسعاف يا مس صدفه. وايه المشكله؟ ما الاثنين بيبلغوا بعض. وبعدين البت دي مش خارجه من هنا غير على حاجه من الاثنين، يا الاسعاف يا البوكس. ادخل. انا اللي اقول ادخل ولا ما يدخلش؟ عادي واحد يعني. مالك يا حبيبتي في انا اللي اسال اللي هي هنا في مكتبي. اهو احنا كده طول عمرنا نيجي على الهيفه ونتصدق. اسالها. مالك يا بنتي؟ يا مستر انا تعبانه قوي وشؤون الطلبه مش راضيه تديني اذن. اتفضلي روحي على العياده، مش في دكتوره في المدرسه؟ روحي خليها تشوفك. يا نهار اسود، البنت وقعت، جرالها ايه؟ لا يكون حصل لها حاجه، لا تكون ماتت. يا نهار اسود وميت. يا حبيبتي يا بنتي البيت تعبان، ماتت ولا ايه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.